السلام عليكم حبيبتي، اليوم راح ندير لكم تدبيرة من تدابير تيزيري كويزين، واللي هي كيفية تنظيف الأواني بعد من الزيوت المختلفة. أول حاجة أني جبت لكم هذه القدرة، هذه شوفوا الزيت اللي تراكم لها على الحواف. أيضا جبت بريس، شوفوا أيضا كيف هي يدير مع الوقت يدير الاوساخ تاعو. ايضا شوفي الداخل ايضا يدير واحد الزروقه لداخل. اليوم واش نيت جبت لكم واحد المنتوج نصحوني به انا اقاربي، لكن ما صدقتهمش حتى شريته، لقيته ما شاء الله، يعني جربته في دقيقه ينحي لي الزيوت المختلفه، اللي هو اسمه حشفه، لقيته في السوق قالوا لي عليه اقاربي، وبالتالي جابوا لي المرة الأولى ومن بعد شريته. شوفوا هذا فيه حوالي 10 أنا استعملت منه، يدير أيضا رخيص سوى معقولة، اللي هو يدير 10,000 فرانك. نبداو شوفوا الطريقة كيفاه، شوفوا زيوت كيفاه في دقيقتين فقط. أنا ما كنتش اول حاجه تشمخيش كاع، علاش تشمخي منه جزء فقط صغير، مع جزء فقط شمخته. زيد نشمخ الكسرونه تاعي، شوفوا فيه صابون داخله ايضا، ما تحتاجيش لا ايزيس لا بيكربونات لا ولا شيء. شوفوا والله جربته، يعني ملي جربته عدت نستعمله توجور غير هو، كنت نعاني مع لاجاكس هذاك تاع الخشين لانه يجرح لي الاواني تاوعي، لكن هذا شوفوا من لاجاكس الخشي الرقيق خلاص اللي استعملوه المولود هذاك تاع اللي يحرقوه دراري صغار، وفي نفس الوقت يحتوي على صابون داخل تاعو. صابون ما على باليش فيه مكون، لكن هذاك المكون يطير كاع لي زيت في الراس. شوفوا ما يديلكمش اكثر من 5 دقائق تكوني خلصتي. شوفوا دوك نشمخو، شوفوا نحا، زيدي تيا شويه، زيدي له شويه، تحبي تضيفي زيدي له على الحواف زيدي. هذه تستعمل لك تقدري تخدمي بها شحال من حاجه. عندي ايضا المقلات فيها ايضا هذا، دوك نحيه نوري لكم فقط كيفاه. كنت انا نعاني مدة طويلة في غسل الاواني، لكن ملي شريته عدت 5 دقائق نلقى القدرة تاعي تلمع. تقدري حتى هذو الحواف هنا تحكيه يخرجوا ما شاء الله، لانهم هذو من الانوكس. ايضا شوفي البريس تاعك كيفاه،
فقط تحطيه برك وتبداي تدوري. ديري كمان هنايا بسرعة باش شوفي كيف قاعد نزيدو هذه من الداخل. شوفوا كيف كان أزرق من الداخل، بعد ما ديري له الحشفة هذه راح يولي عندي غشر جديد. دوك نشللهم وتشوفوهم كي عادو مشلين. هاني شليتهم، هاي القدرة تاعنا ولا تلمع. شوفوا الحواف ولاو يلعبوا يلمعوا. شوفوا البريس تاعنا، شوفوا من الاسفل، شوفوا شوفوا البريس تاعنا من الداخل. شوفوا ايضا الحاف تاعو كسرون ايضا كانت. شوفوا الحافه تاعها كيف كانت نظيفه تشعل، كانت فيها طالع عليها الزيت. شوفوا كيف جات ما من الاسفل. شوفوا ان شاء الله تجربوا، ان شاء الله تكون التدبيره اليوم عجبتكم. نقول لكم الى اللقاء في تدابير اخرى ان شاء الله.